القوى التي خانت إثيوبيا هاجمت قوات الدفاع الوطني أثناء نومهم في معسكر مدينة مكيالي. هذا العمل المشين لن يتكرر مرة أخرى بفضل الجهود المشتركة للشعب ووزارة الدفاع. في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش ومحاولة الانقلاب على النظام، ووعد برد حاسم أسماه عملية إنفاذ القانون. From 1991, May 1991. تولى جبهة تحرير شعب تيغراي قيادة إثيوبيا منذ عام 1991 حتى نيسان إبريل 2018، ومن وقتها عادوا مرة أخرى إلى موطنهم، إلى إقليمهم المسمى تيغراي، ولكنهم كانوا يحاولون العودة للسلطة دائما واستعدوا لذلك كالمجانين. شكلوا جيشا من الميليشيات وقوات الكوماندوز يصل عدده إلى 250 ألف جندي، ونفذوا هجوما مفاجئا وغير مسبوق على الجيش الوطني الفيدرالي. هكذا بدأت الأزمة. هاجم جيش أبي أحمد تيغراي بالاشتراك مع جيش أسياس أفورقي رئيس إريتريا وميليشيات فنو من إقليم أمهرة. هاجموا مناطق حمرة وماي كادرا شراي وميكيلي عاصمة الإقليم، وقتلوا المواطنين بالسلاح الأبيض. حمرة ماي كادرا مع السبات بخارة حريرة. رغم غياب الإحصائيات الرسمية عن أعداد ضحايا العمليات العسكرية، إلا أن المعارضة الإثيوبية تقدرهم بأكثر من 52 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح 3 ملايين عن ديارهم. التقارير عن الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب مقلقة للغاية، ولكن هذا متوقع، فالحروب الأهلية بطبيعتها يحدث فيها أمور وحشية، والحكومة الإثيوبية منعت إجراء تحقيق مستقل، لذا فنحن مضطرون للاعتماد على التقارير الموجودة.